أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: أكثر الناس عندنا يهتمون بالعمل كثيرا فلا يصلون إلا يوم الجمعة فقط، فماذا أقول لهم؟ المساجد مهجورة في صلاة الظهر والعصر خاصة، ولا نسمع الأذان في هذين الوقتين أبدا إلا يوم الجمعة. قولي لهم إن الله أوجب الصلوات الخمس اليوم والليلة، وأمر ببناء المساجد لها والاجتماع للرجال لهذه الصلوات الخمس في المساجد، شرع الأذان بأعلى صوت لدعوة الناس إلى المساجد وصلاة الجماعة. الصلوات الخمس في اليوم والليلة والجمعة إلى الجمعة في الأسبوع كلها فرائض عظيمة لا بد من أدائها، فيجب على المسلمين أن يعمروا المساجد بالصلوات الخمس في اليوم والليلة جماعة، بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا معهم حزم من حطب، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فيجب مناصحة هؤلاء، ويجب عليهم أداء الصلاة جماعة في المساجد، ويجب عليهم الأذان، لأن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام فلا يجوز تركها. ولا تكفي صلاة الجمعة عن الصلوات الخمس، فمن ترك الصلوات الخمس واقتصر على الجمعة لم تصح صلاته، لا تصح له صلاة الجمعة حتى يؤدي الصلوات الخمس. نعم.